يقولون أن الهلال سوف يكون في موضع الشمس قبل نزولها بدقائق معينة قبل وهذه الدقائق معرفتها يحتاج إلى خبرة، لأنها حددت بكم دقيقة حسب ارتفاع الهلال عن الأفق. فبالتالي إن كانت الشمس هنا ونزلت تحت الأفق، فإن هذه الشمس هنا الآن، المفترض يكون القمر هنا، فالقمر سوف يصنع زاوية بهذه الطريقة، وسوف يصنع القمر زاوية عمودية مع الأفق. هذا ما نعبر عنه بالاستطالة، وهذا ارتفاع بالدرجات عن الأفق. أفرض أن القمر يمكث 45 دقيقة، لكن 45 دقيقة أيضا هي سوف تميل للاختفاء تدريجيا. فبالتالي يجب عليه أن يراقب أولا في 45 دقيقة أين محل القمر عن طريق اللابتوب وعن طريق الفريق المعاون الخبراء، ومن ثم يركز النظر في هذه المنطقة لدقائق معينة، يعود يشوش النظر مرة أخرى ويعيد النظر في نفس المنطقة، ومن ثم يتابع بالدقائق كيف أن القمر يجب أن يختفي في الأفق. الان ساعت تقریبا 4 صبح روز شنبه هفته تیر. حالت امروز روز 30 شعبانه، ولی رؤیت هلالی که امروز هم انجام بدیم به خاطر اینه که تو روز بتونیم هلال رو رصد کنیم. الان 30 ماه شعبان، قطعا فردا اول ماه مبارک رمضانه. یه نکته جالبی که بود، امسال عربستان هم با ایران ماه رمضان هماهنگ اعلام کرد. این از نکات خیلی جالبه. ما الان ما بینیم بستان علوی علامت میزنیم، چون این تنظیمش باید به سمت شمال باشه. میریم الان تنظیم میکنیم، بعد حدود ظهر میام دوباره برای استقرار تلسکوپ و اینا رو روشن میکنیم آماده رصد میشیم. بخیر. جنوب شهر قم ارتفاع بستان علوی تلسکوپ ما استقرارش استوایی، استقرار استوایی باید در راستای بعد و میل تنظیم بشه. تنظیم در راستای بعد و میل استقرار هم باید قطبی بشه، یعنی تلسکوپ در راستای ستاره قطبی قرار بگیره، مقر و اون موقعیتی که خود لوله تلسکوپ توش قرار بگیره. به همین خاطر شب که ستاره قطبی پیداست، یه دوربینی، یعنی یه دوربینی روی تلسکوپ نصبه به نام پولارسکوپ، که ما از طریق اون پولارسکوپ این سپایه رو تنظیم میکنیم روی ستاره قطبی، دقیق ترین و راحت ترین نوع تنظیم. الا تو روزم میشه تنظیم کرد، ولی این مقداری سخته. ما احتمالاً موقع غروب ابرهای محلی خواهیم داشت، ولی امیدواریم که از زمانی که مستقر میشیم تا غروب یه لحظاتی بتونیم در طول روز هلال رو رؤیت کنیم. هلال خیلی نازکیه. این
انتظارمون اینه که بتونیم تا حدود نیم ساعت 20 دقیقه بعد از غروب هلال رو رؤیت کنیم. اینجا که میریم الان تقریبا حدود 11-12 سال ما به عنوان یه رصدگاه عمومی یه شهر قم انتخاب شده و اغلب ماها میایم اینجا برای استقرار. با نوای استاد شریف از رادیو لامر. اینجا مستقر بکنیم که امروز توی این افق ماه رو بتونیم. اینجا علامت زدیم دیگه. دیشب دیروز غروب اومدیم موقعیت هلال رو شناسایی کردیم. ببین اون ستاره الان ستاره قطبی پیدا احتمالا تو دور بین نباش. هوا هم یکم ابره. یه علامت دقیق میزنم تا ظهر که میایم دقیقا ما الان اینو جمع میکنیم میریم ظهر که میایم باید دقیق پای آرو رو همینجا تنظیم کنیم. آرو سفتش بکنیم. ببینید توی رصد خونه اگر بودیم دیگه این مشکلاتو نداشتیم، ولی خب ما فعلا رصد خونه این مناسبی که بشه یه همچین کاری توش انجام بدیم خیلی سعی میکنیم محکم بکنیم. اگر تلسکوپمون این تنظیمش تا ظهر باقی بمونه، ظهر که بیایم مثلا سیار ظهر که الان طول کرده تو آسمون حدود مثلا
ظهر میاد بالا میاد اینجا. ما باید با تلسکوپمون دیگه بتونیم وقت خورشید هست بتونیم تو آسمون ببینیم پیداش کنیم. موضوع الاستهلال هو من المواضيع الجديدة في اهتماماتي تقريبا. انطلق اهتمامنا بالاستهلال من حاجة المجتمع حقيقة. في منطقتنا في القطيف والمنطقة الشرقية عندنا كانت مشكلة تنوع الآراء في إثبات الأهلة. فشعرت بمشكلة حقيقية في المنطقة في عام 1425 تقريبا. درست الوضع الاجتماعي عندنا في المنطقة، ما هو سبب الاختلاف في إثبات الأهلة الذي ربما يخالف بعض الأحيان حتى المرجع، مرجع التقليد. هذه الحالة الملحة بأنه بعض الشهور عندنا يكون بعض الأعياد يومين بين الشيعة أنفسهم أو ثلاثة، أخذ قرار شخصي علمي بأن يجب أن أعرف كل تفاصيل الفقهاء، كل التفاصيل الذي يتحدث فيها الفقهاء بالتفصيل، حتى أتكلم عن علم في أي ظاهرة اجتماعية يعني نختلف فيها. الناس يسألون، جيل الشباب يتساءل لماذا هذا الاختلاف مع أن المرجع واحد ربما في كثير من الأزمنة. لدينا في الحقيقة أكثر من مشكلة رصدتها أنا في المنطقة بشكل عام وفي الإقليم، سواء كان من فقهاء الشيعة أو فقهاء السنة. أولا، المشكلة الأولى مشكلة تخص الفلكيين، وهي مشكلة عدم التواصل مع الفقهاء أو بعض الفلكيين أو الهواة صح التعبير، يمارسون عملية الرصد أو إعطاء بيانات الأهلة على أنهم جهة، يعني الآخرون يفهمون هذا وإن كانوا هم لا يقصدونها، يشعرون الآخرين بأنهم هي جهة حاكمة. وكثير من الأحيان يحصل تصادم بين هذه الجهات الهاوية وبين العلماء المتصدين لتثبيت الأهلة. في كثير من الأحيان الهاوي الفلكي ماذا يتحدث؟ يقول في شهر رمضان القادم 1435 سوف تكون الرؤية جدا صعبة، جدا حرجة في الليلة الفلانية. يخرج المستهلون وتؤيد رؤيتهم، يرون الهلال بالعشرات، تؤيد رؤيتهم، يحصل لأكثر من فقيه اطمئنان بهذه الرؤى ويثبت العيد، يثبت شهر رمضان، فيحصل عدم اطمئنان من قبل كثير من أصحاب النخب المثقفة أو الهواة في الفلك. وهذه كانت مشكلة أساسية، أنه لم يكن هناك خط تماس أو تواصل سريع بين العلماء الدين وبين الهواة الفلكية. عندنا الرؤية ثلاث درجات. عندنا رؤية مستحيلة، الفلكي قد يقول الرؤية تستحيل هذه الليلة، وقد يقول صعبة، وقد يكون ممكنة. يجب أن يتعرف الذي يريد أن يدخل في هذا العالم أو يريد أن من العلماء أن يستقري آراء الشهود أن يتعرف على هذه المصطلحات. الاستحالة هنا لا معنى فيها لاستقبال الشهود أبدا. لذلك نجد الآن بعض الفقهاء المعاصرين حفظه الله يغلق بابه في الليالي التي يستحيل رؤية الهلال حتى لو جاءت 100 من المستهلين. لماذا؟ لأن الاستحالة مصطلح يعني في الحقيقة أن الهلال أو القمر غاب قبل غياب الشمس، وغياب القمر قبل غياب الشمس بإجماع كل الفلكيين وبطريقة رياضية حتمية، مثل 1+1=2 لا يمكن الرؤية، لأنه كيف يعني ترى شيء غير موجود في الأفق؟
فحينما يقول الفلكي يستحيل الرؤية إلا أنه لم يرى من قبل بهذه المواصفات، بل هو أصلا موجود في الأفق. فحينما لا يكون الهلال موجود في الأفق ويأتي شاهد يقول لي أنا رأيت الهلال، أنا أعرف جزما بأنه لم يرى الهلال وإنما رأى شيئا آخر. القسم الثاني هو صعوبة الرؤية. حينما يقول الفلكي الرؤية صعبة هذه الليلة، فهو يعني أن القمر موجود في الأفق، لكن في سجلات الرصد عندنا لمدة 100 سنة، 80 سنة، 50 سنة لم نرصد حالة واحدة رؤية فيها الهلال بهذه المواصفات. حينما يرتفع بهذه الدرجة وحينما يكون مكثه مثلا 10 دقائق بعد غياب الشمس، فإن هذه لم يوجد لها حالة سابقة في الغربي ولا في الشرقي، وبمواصفات مثالية لم يرى الهلال. فنحن لا نتوقع أن يرى الهلال، هذا نعبر عنها ممكنة صعبة. فهذا ليس هناك استحالة لكن هناك صعوبة. الدرجة الثالثة هي الإمكان. الإمكان له درجات، إمكان سهل جدا يعني، وهذه هي عادة ما يكون فيها الظواهر مشاعة، وهذا ما نعبر عنه بالشياع المفيد للإطمئنان بأن الهلال قد رؤي. وقد تكون إمكان وسط يعني يرى الهلال في مواصفات مثالية وفي منطقة مثالية للاستهلال، وقد يكون الإمكان صعب جدا لأنه لم يرصد إلا مرة أو مرتين أو 3 مرات. إذن هذه المصطلحات يجب أن أتعرف عليها أنا العالم الدين الذي سوف أتصدى لشهادة الشهود، ولك أنت الشاب الذي تريد أن تبدأ مشوارك نحو الاستهلال. الانم حدود 6-7 ساله که خیلی جدی مباحث مربوطه به نجوم اسلامی رو دنبال میکنی، لذا یکی از کارهای مهمی که من توفیق پیدا کردم انجام بدم این بود که مجوزه یه مرکز پژوهشی و تعریف یه مرکز پژوهشی رو تحت عنوان مرکز پژوهشی نجم که وابسته به دفتر حضرت آیت الله عظمه سیستانی هست رو از شورای گسترش آموزش عالی گرفتی. ما اینجا سحر اومدیم جای تلسکوپ و علامت زدیم، انشالله تلسکوپ رو نصب بکنیم و رسل رو انجام بدیم. سنگ ها رو جا به جا کردم که صبح گذاشتیم، حالا دیگه یه تو بازش هم بکنی؟ این باید رو بکشیم؟ آره این چیزش باید بکشیم. خب این باز شد، پایه باز شد، پایه رو صفر کن. حالا دقیقا باید همین جایی که هست تنظیم بشه. خب اون دو تا باشه اونه با ما.
چیزی اسم خورشید؟ دنبالیم تا بتونیم اول تلسکوپ ها باید تنظیم بکنیم که مطمئن بشیم وقتی که فرمان میدیم به تلسکوپ برو رو ماه الان رو ماهه. برای همین سیاره زهره را صبح اومدیم الان با خورشید تنظیم کردیم، سیاره زهره را هم آوردیم تو میدان دید مطمئن شدیم، الان داریم دنبال یه جرم دیگه یه نورانی میگردیم، حالا یا سیاره مشتری یا مریخ یا حالا آقای قاسمی داره دنبال میگرده ببینه میتونه یه جرم پر نور پیدا بکنه که تلسکوپ ببریم رو اون که مطمئن بشیم تلسکوپ تنظیم رو ماهه، بعد دیگه روی ماه دنبالش بگردیم. احد عوامل الاختلاف هي نظر الفقيه النهائي فتواه، هل هو يرى عبره بالافاق التي تبتعد عنا ولا تتحد معنا او لا يرى عبره، هذا منشا يجب على المكلف ان يتفهمه جيدا. اثنين، ربما الفقيه يرى أن التلسكوب المقرب ولو بدقة عالية جدا من التقريب يعتبر كالرؤية، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنه يرى جعل الرؤية بالعين المجردة من باب الطريق نحو اكتشاف الهلال في الأفق. من يقول أو يرى بأن هذا اتجاه في تأويل الكلام النبي صلى الله عليه وآله، أو يرى بأن الرؤية بالتلسكوب كالرؤية بالعين المجردة. أنا الآن حينما أنا أرى بهذه النظارة أو بدونها، هل يعبر عنها العرف رؤية أو لا؟ فهذا منشأ آخر من مناشئ الاختلاف. إذن منشأ الأول رأي الفقيه في وحدة الأفق أو وحدة الآفاق. اثنين، هل التلسكوب يثبت الهلال أو لا بد بالعين المجردة؟ ثلاثة، موضوع إمكان الرؤية. بعض الفقهاء المعاصرين يرى بأن إمكان الرؤية الهلال كافية في إثبات الأهلة، ولا يجب عليك التصدي للرؤية الفعلية، بينما مشهور الفقهاء حملوا قوله صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته للرؤية الفعلية المباشرة. الآن باسمون که نگاه میکنیم خیلی کم آبیه، شفاف باشه خیلی شفاف نیست، ولی حالا امیدواریم انشاءالله تا غروب بتونیم هلالو چنده قدرش؟ کلب اکبر الان در حال غروب کردنه. سیریوس ها؟ از بریم دوباره رو زهره؟ میریم الان رو زهره. شریفی شما خوبه انشالله سلامتی؟ شما امروز اقدامی کردین برای رؤیت یا نه؟ پس من احتمالا تا غروب پس میرین مستقر میشین توی
ارتفاعات. پس حالا احتمال همه تو زنگ میزنم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. شما بزن روی هلال، چون الان رو خورشید الان اینه، بزنش رو ماه. آبجکت، آبجکت تو من؟ بعد از اینکه ظهر خورشید تنظیم کردیم ماه رو بایست میگرفتیم، ولی به علت یه خورده شرایط جوی نامناسب که همین غبار توی جو باشه که الان هم میبینیم، به علت باد شدیدی که میوزه این غبار توی جو ایجاد شد. این غبار رو باعث شد که ما الان متاسفانه هنوز نتونستیم ماه رو رؤیت کنیم. منتظریم یه خورده غروب‌تر که بشه آفتاب پایین‌تر بره، نور خورشید کم بشه، ما بتونیم یه خورده از تاریکی هوا استفاده کنیم و بتونیم راحت‌تر ماه رو ببینیم. تا الان ماه دیده نشده. حالا امیدواریم در ادامه کار، حالا یه خورده به شانس هم بستگی داره که این ابرهای توی افقی که الان وجود داره کمتر بشه، یه خورده رقیق‌تر بشه هوا، ما بتونیم راحت‌تر آسمون رو رصد کنیم و به هدفمون که رؤیت ماه باشه برسیم. من فوائد أن نذهب لمراقبة الشمس أننا نعرف موقع الهلال هنا، واحد. اثنين، بعض الأحيان وإحنا هذا وجدناه في الاستهلال أن الشمس تغيب هنا في هذه المنطقة بسبب التلوث، فإذا وصل الهلال بعد 20 دقيقة المفترض أنه لا أثر له لأنه سوف يكون هنا. الشمس قوتها مصدر إنارة القمر هو الشمس. الشمس هنا لم ترى، كيف تجد تريد للهلال أن يرى بعد 20 دقيقة حسب هذا المثال؟ يجب أن لا يسأل. يعني لو قال المستهل أنا رأيت الهلال قبل غيابه 5 دقائق وأنا عرفت من خلال ميدانيا بأن الشمس هنا غابت في المرحلة التي يدعى فيها الرؤية، إذن الهلال باب أولى أنه لا يرى. تقريبا الهلال يصنع زاوية مع الشمس، هذه الزاوية الآن، هذا العمود تقريبا الهلال فوق العمود من خلال البرنامج اللي رأيناه من شوي منذ قليل. هذا التطبيق تطبيق جميل جدا، يعطيك حركة النجوم وحركة الشمس وهبوطها، فصنع لنا زاوية، الشمس صنعت زاوية مع القمر الآن فوق العمود تقريبا. هذا الآن الملاحظة يجب أن تكون فقط للشمس، شوف الشمس كيف قاعد تسقط خلف الأفق قبل وقتها المطلوب، فبالتالي الهلال إذا سقط ضمن أفق معين فإنه لن يرى جزما.
طبعا كما رايتم لم نستطع ان نرى الهلال باعتبار مستوى الغبار في الافق كثيف جدا، حتى ان المشتري الذي هو اقرب كوكب الى الهلال والذي يستدل به على رؤيه الهلال لم نستطع ان نراه بسهوله، بل لم نراه الا بواسطه التلسكوب، لذلك الهلال جدا تعسر في هذه المنطقه التي نستهل فيها. طبعا رصد الهلال باكثر من وسيله واكثر من كاميرا حساسه تستعمل الاشعه فوق الحمراء فوق البنفسجيه، ما اعرف تفاصيل، لكن بحيث انها تستطيع ان ترى الهلال حتى في وجود اشعه الشمس او حتى في كبد السماء في وسط النهار. يعني هذه الصوره مثلا الصوره التقطت الساعه 3:30 عصرا بكاميرات حساسه جدا، وهذا هو الهلال اشعاع خفيف جدا، مما يعني ان الهلال كان موجود في الافق منذ تولده إلى هذه اللحظة لكن لنا لم نستطع رؤيته. طبعا هذا النوع من الصور اللي يعتمد على الأشعة تحت الحمراء أو فوق الحمراء لا يثبت الهلال شرعا، لكنه يعتبر مرشد للهواة. يعني واضح من تقارير الفلكيين أن الرؤية سوف تكون صعبة اليوم إلا في المواصفات المثالية، بسبب أن ارتفاع الهلال ليس عاليا 8 درجات فقط عن الأفق اللي تصنع الشمس، وهذه عادة الدرجة تكون جدا صعبة الرؤية فيها إلا في مواصفات مثالية. لو كانت المواصفات مثالية هنا في هذه المنطقة لأمكن أن نتفائل كثيرا بالرؤية، لكن واضح من خلال متابعتنا كيف أن رأينا الشمس تختفي في وسط الغبار، واضح أن المنطقة غير مؤهلة للرؤية بالعين المجردة لا أقل في هذه المنطقة القريبة منا. فإحنا الآن ننتظر أخبار الهلال من المناطق الصافية النقية، بحيث أن يكون الهلال ولو لوميض سريع وبرهة سريعة يرى الهلال ببركة صفاء سريع للجو إن شاء الله. از سحر اومدیم تلسکوپمون رو تنظیم کردیم، حدود 3 بعد از ظهر مستقر شدیم. علی رغم اینکه سیاره زهره و مشتری رو هم تونستیم ببینیم، ولی به هیچ عنوان امکان رویت هلال تا الان که حدود 9:30 شب هست نتونستیم هلال رو ببینیم. خیلی هم گرم بود و به هر حال تلاش زیادی شد، همه خیلی تلاش کردن که بتونن هلال رو ببینن، ولی علی رغم اینکه غروب 30 بود ما نتونستیم. شاید اگر میرفتیم توی یک ارتفاعات بالاتر که هوای مقداری غبارش به سمت زمین نزدیکتر بود و ما بالاتر از غبار بودیم ممکن بود بتونیم هلال رو پیدا بکنیم. برای اینجور برنامه ها هلال یه مقدار بحرانی میشه. پیش بینی این بود که با دوربین میشه دید، ولی ما با تلسکوپ هم نتونستیم ببینیم. گزارش میدن حتی من نواحی جنوبی ترم با دوربین نتونستن ببینن، با تلسکوپ تونستن هلال رو ببینن. لا شك ان نشر ثقافه الاختلاف هذا امر مهم جدا في موضوع الهلال وغيره من المواضيع الاجتماعيه والسياسيه. مهما تفهم المجتمع بان الاختلاف امر مشروع وطبيعي سوف يقل الاحتقان، وهذا من البنى المعرفيه الاساسيه للعقل الاجتماعي. اي مجتمع يتفهم ثقافه الاختلاف يرى ان الاختلاف امر طبيعي، لا يتفهم ثقافه الاختلاف يقيم الدنيا ولا يقعدها على اساس الاختلاف في هلال واحد. إذن عندنا حلول عملية وعندنا حلول معرفية. من الحلول المعرفية هو هذا، نشر ثقافة الاختلاف وأن الاختلاف في الهلال أمر شخصي يرجع لكل مكلف. من رأى الهلال فالهلال حجة عليه، من لم يرى فالهلال ليس بحجة عليه. وفي كثير من الأحيان أيضا الفقير ربما يعيش في منطقة لا يتحد فيها معك في الأفق، فاطمئنان الفقيه أيضا في مكانه غير مناسب لك. عمليا يجب أن نراعي الموازين الشرعية، نحافظ على مشاعر الناس وحق الاختلاف الطبيعي. ثالثا يجب أن نبحث عن طرق لتوحيد الشعائر والبرامج الدينية.